في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغابات الذي يحمل شعار استعادة الغابات سبيل التعافي والرفاهية، قامت مديرية الغابات لولاية الجزائر بالتنسيق مع الجزائرية للتأمينات والكشافة الإسلامية الجزائرية بمبادرة بيئية تهدف إلى غرس الثقافة الخضراء في أذهان الأجيال الناشئة. اسمع البطيبان والمزيد. غابة باينام كانت اليوم فضاء للتوعية والتربية والترفيه والمساهمة في تلقين هؤلاء النشأ الكثير من السلوكيات البيئية. تعلمنا كيفاش نغرسوا، وتعلمنا أهمية الأشجار وش يمدوا لنا، شغل الفوائد تاعهم. وحطيناها في الحفرة وغلقنا لها ودرنا لها وشقيناها بالماء. صناعة تراب باش يخرج الهواء من تماك. مبادرة شملت غرس 200 شجيرة حفاظا على الإرث الغابي وورشات علمية لترسيخ مبادئ المواطنة البيئية. برنامج اللي يقدر يروح حتى يعني بعاد يعني على المستوى الوطني، وان شاء الله ان شاء الله تكون يعني يكون نموذج ويكون شيء اللي تقتدى به مؤسسات اخرى. احنا كمؤسسة هناك برنامج ذات المسؤولية الاجتماعية هو توعية المواطن حول الاعتناء بالغطاء النباتي، بحماية البيئة، التنوع البيئي، ومحاربة التلوث. بمثل هذه المبادرات الهادفة سنضمن جيلا مشبعا بروح المواطنة وثقافة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الطبيعة.